السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. حل فارق طبي صيني بالمغرب من أجل المساهمة في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت يومية المساء الصادرة نهاية الأسبوع أن الأمر يتعلق بمجموعة طبية مكونة من 7 أفراد ينتمون إلى إقليم شنغهاي، بدأت العمل فعليا في إقليم بنغرير تفعيلا للتعاون الصحي الثنائي بين البلدين بموجب بروتوكول يجدد 2 انطلاقا منذ سنة 1975. وأضاف ذات المصدر أن لجنة الصحة المحلية في شنغهاي سلمت مواد طبية لمكافحة الجائحة إلى فريقها الصيني بالمغرب، بينها كمامات وملابس واقية وأجهزة لقياس الحرارة، وقد تم نقله أعلى دفعات من المصدر. الأطباء أنفسهم وضعوا خطة عمل طارئة تضيف اليومية انطلاقا من الخبرة الصينية في مواجهة كوفيد-19، مستفيدين من تداربهم الممنهجة في الميدان، منشئين نظام إنذار بالحق وموصين بتدابير وقائية. نشكركم على حسن المتابعة.